الآن كراسي العرضية لجيجو كابوتو. جيجو كابوتو والأسبقية لإمبولي، عرضية خطيرة، انطلاقة ممتازة من كراسي، وجيجو كابوتو يهدي الأسبقية والتقدم لفريق أندرياتسولي. بعد انطلاقة ممتازة لفيورنتينا يأتي هدف إمبولي. هذا هو ديربي، ديربي حقيقي، ديربي ناري. هدف لتشيتشو كابوتو، الهدف الأول هذا الموسم. نرى الإعادة، فالكوفيتس لي بدأت يعني عملية الشطرنج. كابياكي غريبة هنا، تراجع مارتيز كوارتا، العرضية جازي يضاعف النتيجة لإمبولي، يضاعف النتيجة. جازي مباشرة من الدكة، أول كرة، أول لمسة، هدف ثاني لفريق إمبولي مباشرة من الدكة. أول لمسة، أول كرة، أول عملية، أول هجمة من جازي، الهدف الثاني لإمبولي. إمبولي يضاعف النتيجة. أول هدف له في سيريا هذا الموسم، جازي. برافو أندرياتسولي، لعب بشجاعة والفريق كافأ. ولكن هنا مارتيز كوارتا خطأ فادح في ترويض الكرة، بعد ذلك ترك المساحة.